بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلاب صف سادس، إن شاء الله سبحانه وتعالى معنا الدرس الثالث في المنهج من دروس الرياضيات، وبتكلم عن جداول النسب. إزاي لو أنا عندي مثلا جدول زي ده كده، وأنا عاوز أملأ الجدول ده، يعني اللي هي الخانات الناقصة ديت أملاها إن شاء الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف إزاي نملأ الخانات دي. اولا لو جيت تبص هنا بيقول لك هنا لكل، عشان تحل المسائل ديت، لكل مساله هتلاقي فيها لها مفتاح للحل. انت تبص هنا كده، اول حاجه انت عندك التلات علب عصير بيدوا واحد صودا. اوكي، التلات علب عصير بيدوا واحد صودا، يبقى هنا كام؟ هنا كام؟ يبقى العلبتين يدوا كام؟ ما انت عندك الواحد بيدي تلات، يبقى الاتنين بيدوا كام؟ ست، يبقى التلاته بيدوا كام؟ تسعه. عشان تاكد ان الحل بتاعك صح، لو انت جيت ضربت ده عملت طرفين في وسطين، 9 في 2 ب 18، لو جبت 3 في 6 ب 18، لازم يطلعوا زي بعض. خد اي 4 مربعات تعملهم ضرب تقاطعي، اضرب طرفين في وسطين، 2 في 3 ب 6، 6 في 1 ب 6، يبقى كده معناه ان الحل بتاع ايه صح. تعال نشوف المسألة التانية. بيقول لك هنا قطرات اللون الاصفر واكواب كريمة السكر. قال لك ان الواحد اكواب من الكوب كريمة السكر بيدي 6 قطرات من اللون الأصفر. طب لو أنا عندي 5 يدوا كام؟ هو الواحد بيدي 5، الواحد بيدي 6. عشان تعرف الحل على طول، بص كده، اضرب ده في كده، 5 في 6 بكام؟ ب30، يبقى لازم ده يطلع 30. طب هنا واحد، يبقى اضربه في كام يطلع 30؟ يبقى هنا 30. اوكي، ما هو الواحد بيدي 6، يبقى الخمسة بيدي كام؟ 30. شوف المسألة اللي بعدها كده، بيقول لك هنا، ركز معايا بقى في المسألة دي شوية لأن محتاجة منك فكرة. بيقول لك هنا إن 66 شطيرة بيعملهم في 12 دقيقة. أوكي، 66 شطيرة بيعملهم في كام؟ في 12 دقيقة. طب دلوقتي عاوزين نكمل الجدول هنا، وعاوزين نكمل الجدول هنا، كلام جميل. أوكي، تعال بص هنا، لو إحنا مثلا جانا قلنا على سبيل المثال، أوكي، لو جانا قلنا هنا كان 12 صح، وصلت 2، يعني هو كان رقم كبير وصل صغير، يبقى انت تعرف ان هنا في عملية قسمة، كان رقم كبير اصبح رقم صغير، يبقى في هنا عملية ايه؟ قسمة. طب ال 12 دي نقسمها على كام؟ لو قسمنا ال 12 دهيت مثلا، هنقول على مثلا على سبيل المثال، هنقول مثلا لو قسمناها على 6، هنجربه نقسمها على 6، لو قسمنا 12 على 6 يبقى فيها الاتنين. اوكي، لو قسمنا 2 هنضربها في 1 يطلع 2. طب ماشي، طب لو قسمنا هنا 66، خلي بالك معايا، 66 66 66، اما نقسمها على كام؟ لو قسمنا هنا على زي ما احنا قلنا على 6 يبقى فيها 11. لا مش هينفع، 11 11 مش هينفع. طب نقسم على كام؟ تعال نشوف تاني، نقسم مثلا 66 دي لو قسمناها على 2 يطلع كام؟ 66 لو قسمناها على 2 يطلع 33، و12 دي لو قسمناها على 2 يطلع كام؟ يطلع 6. كلام جميل، حلو. يبقى هنا نحط هنا 6 وهنا حته 33. اوكي، الستة ديت وصلت 2، قسمنا على كام؟ يبقى قسمنا هنا على 3، وقسمنا هنا على كام؟ على 3. تجد بص تلاقي الحل بتاعك بيكون صحيح، يبقى 66 33 11. تأكد ان الحل بتاعك صح كده، اضرب 2 في 33 ب66، 6 في 11 ب66. لو ضربت اي اربع مربعات ضرب تقاطعي، هتلاقيهم بيطلعوا ايه؟ بيطلعوا متساويين. تعال نشوف المسألة الثالثة. بيقول لك هنا ان في 8 ساعات الوريد بياخد ايه؟ لتر واحد من السوائل. اوكي، طب في الاربع، لو انا عندي 4 سوائل، يبقى انا عندي كم ساعة؟ شغل دماغك معايا، بص حضرتك معايا، لو تاكل ضربت ده في ده، الأربعة في 8 ب 32، يبقى لازم يكون الاقتصاد على طول 32 عشان ما تلخبطش نفسك. هنا واحد اضربها في كام يطلع 32؟ يبقى اضربها في 32، يبقى نحط هنا 32. كلام جميل. تعال نشوف المسألة اللي بعدها كده بعد إذنك. هنا بيقول لك هنا السكر وهنا الطوب البري. قال لك إن الستاشر بيعملوا 12، الستاشر بيعملوا 12. هو المفروض يبقى فيه هنا حاجة في المسألة ديت، المفروض يبقى فيه هنا شيء في المسألة عشان يؤدي إلى الإجابة الصحيحة.
طب هنا الستاشر الاتناشر بيعملوا ستاشر، يبقى الأربعة وعشرين يعملوا كام؟ يبقى الأربعة وعشرين هيعملوا كام؟ هما الاتناشر بيعملوا ستاشر، يبقى الأربعة وعشرين يعملوا كام؟ 32. كلام جميل. طب التمانية وأربعين يعملوا كام؟ يبقى التمانية وأربعين يعملوا كام؟ 64. أوكي، تعال نشوف مسألة تانية. بص على المسألة دي كده، بيقول لك هنا في المسألة ديت، هنا العشر علبة الذرة سعرهم 20 درهم، طب هنا وصل لـ15. طب انت لو جيت تبص هنا حضرتك، هنا العشرة والعشرين ايه العامل المشترك بينهم؟ لو قسمنا هنا مثلا على اتنين، اوكي، وقسمنا هنا على اتنين، عشرة على اتنين فيها الخمسة، كلام جميل، وعشرين على اتنين فيها العشرة، كلام جميل. الخمسة دي وصلت 15، ضرب في كام؟ في 3، اضرب هنا في 3. طب العشرة دي تبقى لازم اضربها في كام؟ في 3، يطلع كام؟ 30. اتأكد ان حلك صح، لو ضربت 30 في 5 يطلع 150، ضربت 15 في 10 يطلع كام؟ 150. هنشوف المسألة اللي بعدها. بيقول لك هنا عدد الساعات وعدد البساتين، هنا في ال 8 بساتين بيعمل مثلا 14 ساعة. طب لو عندي هنا 49 و28، يبقى المربعين دول الناقصين دول نحط فيهم كام؟ كلام جميل. الـ14 ديت، الـ14، اوكي، الـ14 والـ8 في عامل مشترك بينهم. لو انت قسمت هنا على الاثنين وقسمت هنا على الاثنين، كلام جميل، قسمت 14 على الاثنين فيها 7، وقسمت 8 على الاثنين فيها 4، ما كلام رائع. لو ضربت الـ4 في 7 في 28، وضربت الـ7 في 7 في 49. لو جيت اتأكدت من الحل، لو جت عملت ضرب تقاطعي هتلاقيهم الاثنين ايه؟ متساويين. تعال نشوف المساله الاخيره معانا. هنا بيقول لك ان الطول ال 25 سنتيمتر بيدوا 10 انش. عايزين نكمل الجدول، عايزين نعرف ال 105 فيهم كام، ونكمل الخانتين الناقصتين دول. لو قسمنا هنا على 2، قسمنا هنا عفوا العامل المشترك هنا 5، وقسمنا هنا على 5، 25 على 5 فيها كام؟ فيها ال 5، 10 على 5 فيها كام؟ فيها الاثنين. طب كلام جميل. طب الخمسه دهيت وصلت 105، يعني معناها عمليه ضرب. لو انت جت قسمت عشان تتاكد عشان تعرف هل لك صح ولا لا، لو انت جت قسمت 105، لو جت قسمت 105 اما نيجي نقسمهم على كام؟ اما نيجي نقسمهم على 5 عشان نعرف احنا ضربناها في كام. لو قسمنا هنا 10 على 5 فيها الواحد، اوكي، 10 على 5 عفوا فيها الاثنين، 2 في 5 ب 10، 10 ناقص 10 0، نزل 5، 5 على 5 فيها الواحد، يعني ضرب في واحد وكام؟ ضرب في 21. يبقى الخمسة ديت نضربها في كام يا شباب؟ نضربها في 5. لو احنا جبنا 105 على 5، 10 على 5 فيها الاثنين، 2 في 5 ب 10، 10 10 ناقص 10 صفر، نزل 5، 5 على 5 فيها الواحد. طب نضرب هنا في 21، يبقى الخمسة في واحد ب 5، و5 في 2 ب 10 تطلع كام؟ تطلع 105. طب ازاي يا استاذ هنا 105 و105؟ يبقى في عندك هنا خطا في المساله. اقسم تاني، 25 على 5 فيها ال 5، 10 على 5 فيها ال 2. لو جت تبص هنا ال 105 ديت اما اضربها في 2، ال 105 اما اضربها في 2، 2 في 5 ب 10 0 معنى الواحد، ال 2 في 0 ب 0، 1 هو الواحد، 2 في 1 ب 2، يعني 210. يبقى الخمسة ديت عشان نضربها بكام؟ عشان يطلع 210، عشان يطلع معي الناتجين متساويين. يبقى انت لازم تفكر بطريقة، شوف انا بفكر معاك، مش عاوز اوصلك للحل بسرعة، بحاول افكر معاك عشان نقدر نوصل للحل بطريقة ايه؟ بطريقة سهلة ان شاء الله سبحانه وتعالى. اوكي، كلام جميل. يبقى انا اشوف ال قسمنا على الخمسة، ما فيش غير عامل مشترك خمسة، صح؟ 25 على 5 فيها الخمسة، الخمسة نضربها في كام عشان يطلع 105؟ الخمسة نضربها في كام عشان يطلع 105؟ يبقى هنا 10 على 5 فيها الاثنين، الخمسة شوف ضربها في كام يطلع 105؟ الخمسة ضربها في كام يطلع 105؟ يبقى اما لو احنا زي ما احنا قلنا صح، 105 لو قسمناها على 5 21، صح؟ 105 على 5 يبقى ضربنا 5 في 21 يطلع 105. حلو، يبقى نضرب تحت في 21، يبقى اضرب الاثنين في 21، 2 في 1 ب 2، 2 في 2 ب 4. اتاكد ان حلك صح كده، تعال اتاكد ان حلك صح. ال 5 في 42، 5 في 2 ب 10 0 معناها الواحد، 5 في 4 ب 20، 1 21. وضربت 2 في 105، 2 في 100 ب 200، و2 في 5 و10 برضه يطلع 210. يبقى كده الحل بتاعي صح.
يبقى احنا وصلنا للحل عن طريق بنبدأ نخمن لحد ما نوصل للحل الصحيح، ونشوف اذا كان الرقم كان كبير بقى صغير بعملية اسمه، كان صغير اصبح كبير بعملية ايه، عملية ضرب. يا رب يكون الناس استفاد معنا، ما تنساش اللايك والشير، وان شاء الله نشكركم لحسن المشاهدة، واستنونا في كل جديد ان شاء الله.